في الأيام الأخيرة للنازية من شهر إبريل 1945، كان هتلر وعشيقته والتي أصبحت زوجته قبل انتحارهم ب 24 ساعة كانوا بصحبة جوبلز وزير إعلامه وذراعه الأيمن وزوجة جوبلز وأطفالهم ستة، مع ثلة قليلة من الرجال في مخبئهم والتي كانت القوات الروسية على بعد سويعات من الوصول إليه بعد أن سقطت جيوش هتلر واحدا تلو الآخر. كان جوبلز مخلصا لهتلر حتى اللحظات الأخيرة. جوبلز انتحر هو وزوجته بعد ما قتلوا أولادهم الستة بالسم. القاصي والداني يعلم أن جوبلز كان مهندس الدعاية الكاذبة وبوق الإعلام النازي وذراع هتلر القمعية ضد حرية الفكر والتعبير، واللي اتعلم منه الجميع كيف تستطيع أن تقنع أو تخدع شعبا كاملا بالأوهام عن طريق نظريته اللي حفرت باسمه، اكذب ثم اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الناس. في الساعات الأخيرة وقبل انتحارهم جميعا، هتلر وإيفا وجوبلز وزوجته، كان جوبلز بيخلي ولاده أطفاله الصغيرين يغنوا لهتلر في كورال بديع، بيغنوا له الأغاني اللي بيحبها وتشعره بالعظمة. كان مخلصا لإجرامه حقيقة يعني. وعندما جاء لجوبلز واحد من اللواءات ليخبره بالوضع الكارثي والذي لم يكن خافيا على وزير الدعاية النازي بطبيعة الحال، في البداية جوبلز حاول أن يخدعه بكلمات جوفاء من اللي بيرددها دائما. Minister, die Russen schießen ihre Männer vom Volkssturm ab wie die Hasen. Diese Männer haben weder Erfahrung im Häuserkampf noch geeignete Waffen. Was diesen Männern an Kampferfahrung und Waffen fehlt, gleichen sie aus mit ihrem blühenden, bedingungslosen Glauben an den Endsieg. Herr Minister, wenn Sie diese Männer nicht bewaffnen können, dann können sie nicht kämpfen. Sie sterben sinnlos. Ich kann kein Mitgefühl empfinden. إيمانهم بهتلر وتحيا ألمانيا هيقويهم، أي خزعبلات. اللي هو كان مندهش مصدوم، نظرته أجبرت جوبلز أن يصرحوا بالخلاصة في كلمات قليلة. Ich wiederhole, ich kann da kein Mitgefühl empfinden. Das Volk hat dieses Schicksal selbst gewählt. Ja, das mag für manche Leute eine Überraschung sein. Geben Sie sich keine Illusionen hin. Wir haben das deutsche Volk ja nicht gezwungen. Es hat uns selbst beauftragt. Jetzt wird Ihnen eben das Hälschen durchgeschnitten. هذا المشهد لم يكن من خيال المؤلف. هذا مشهد واقعي من شهادات شهود اللحظات الأخيرة من الفيلم الشهير والأقرب للوثائقي سقوط هتلر. لن أشفق عليهم، يتحرقوا بجاز، أخبية، متخلفين، فوضونا فوضونا، هم شركاء معانا. لم تكن تلك نظرة جوبلز فقط، بل كانت نظرة هتلر أيضا للشعب، الشعب الألماني اللي مات منه من 7 إلى 9 مليون في الحرب العالمية الثانية، من إجمالي عدد الضحايا من 65 من 60 مليون ل 85 مليون بني آدم ماتوا بسبب هتلر، اللي مات له من شعبه 9 مليون. ولما جاله واحد من أخلص رجاله المقربين ليقول له الروس على بعد يوم من بابك، برلين سقطت، استسلم أرجوك، كل ساعة بيموت عشرات الآلاف، سيدي الرئيس أنقذ شعبك، كان ده رد هتلر عليه واللي كرره أكتر من مرة في أسبوعه الأخير. Wenn mein eigenes Volk an dieser Prüfung zerbricht, könnte ich darüber noch keine Träne weinen. Es hätte nichts anderes verdient. Es würde sein eigenes Schicksal sein, das es sich selbst so zu schreiben. نفس الاحتقار الذي يكنه جوبلز للشعب هو ما كان يشعر به هتلر ناحية شعبه. إنه يستحق ما يجري له. ليه؟ الشعب مشي وراك، صدقك، آمن بيك، مش ذنب إن هم أغبياء، هم فوضونا وعليهم أن يستحملوا. لن أذرف عليهم دمعة واحدة. لا شيء يتغير في سيناريو الطغاة، نفس الدناءة والاحتقار لمن أناخوا لهم ظهورهم ليركبوها، هي نفس دناءة السيسي في مشهده الأخير، صدقني لن تجد فارقا. وأنا جبنا معدات هندسية تكفي إن أنا أنزل على القرى دي وأبيد وأشيل كل الكلام دوت بالمعدات الهندسية، لا يمكن حنسمح أبدا وأنا بقول الكلام دوت. لو كان الاستبداد رجلا وأراد أن ينتسب لقال: أنا الشر وأبي الظلم وأمي الإساءة وأخي الغدر وأختي المسكنة وعمي الضر وخالي الذل وابن الفقر وابنتي البطالة ووطني الخراب وعشيرتي الجهالة. الله غالب.